بكره ان شاء الله مباراه الاهلي وحرس الحدود في الدوري العام، وكلنا عارفين ان خلاص الدوري انتهى وباقي ثلاث مباريات، هي مباراه مؤجله للاهلي مع الحرس مع بيراميدز، ثم المواجهه الاخيره مع المصري يوم 26 من نهايه الشهر الجاري. بكره هي مباراه تتويج الاهلي ببطوله الدوري رقم 43 في تاريخ النادي الاهلي، وعبر كل المشاركات اللي شارك فيها الاهلي في هذه البطوله اللي لها تاريخ كبير جدا منذ انطلاقها عام 1948. وبكره كمان هيكون اخر ظهور لهذا الدرع، درع الدوري العام، مع تتويج البطل بهذا الشكل. وهذا الدرع اللي هيكون الشكل القديم للدرع بعد الدرع الجديد اللي بيتم تصنيعه خلال الفتره اللي جايه عشان يتم تسنينه بطل الدوري الموسم المقبل 2023-24. طبعا على مدار 74 سنه الدرع ده اتسلم للاهلي 43 مره، يعني انت بتتكلم في اكتر من حوالي 70% من تاريخ الانديه الفائزه ببطوله الدوري العام، 70% منها النادي الاهلي لوحده. عدد الانديه اللي فازت بالدوري جمعها الاهلي ثلاث اضعاف الفوز ببطوله الدوري بجمع كل الارقام اللي حققتها فرق الدوري، الزمالك، الاسماعيلي، الاولمبي، الترسانه، كل الفرق اللي فازت ببطوله الدوري في السنوات الاخيره. لو تسالني على المستوى الشخصي او تسال اي اهلاوي يقول لك الدرع ده بعد ما الاهلي ما يستلمه بكره بشكل رسمي المفروض يتحط فين؟ اكيد يتحط في متحف الاهلي، يكون موجود في دولاب بطولات النادي الاهلي. مع كامل احترامي لاتحاد الكوره، هو الاتحاد اللي بيمتلك المسابقه وهو اللي بيمتلك درع الدوري، ولكن هل الاتحاد عنده متحف عشان يحتفظ بالدرع؟ اكيد لا. ولكن الاهلي بعد الفوز ب 43 درع على كل الفرق في مدار على مدار التاريخ من 1948 لغايه 2023، يعني اقل تقدير ان يتم تسليم الدرع والاهلي يحتفظ بيه، زي ما الاتحاد الافريقي عامل لائحه انك لو فزت بدوري الابطال او اي كاس من الكؤوس الافريقيه ثلاث مرات بتحتفظ بالبطوله، حتى لو فزت ببطوله بتاخد كوبي منها، وبعد فتره قبل يعني تسليم الدرع او تسليم الكاس للبطل الجديد بترجع الكاس اللي انت استلمته، بيبقى عندك نسخه من البطوله اللي انت فزت بيها، لان دي بتبقى القاب مهمه جدا لازم تحتفظ بيها وتكون موجوده في المتحف. وبما ان الاهلي عنده متحف في مقر النادي الاهلي في الجزيره حاطط فيه كل البطولات، اكيد اكيد مهم جدا ان الدرع يكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان الدرع يزين دولاب بطولات النادي الاهلي بعد الفوز ب 43 مسابقه طوال 74 سنه.